ازيك يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا فيديو جديد وحلقه جديده، والتريلر اللي احنا هنعمله رياكشن النهارده هو الفيلم المصري العربي اللي مفروض هينزل تقريبا على ما اعتقد الشهر الجاي، وهو فيلم الملحد. قبل ما نبدا حلقتنا نتمنى ان تكونوا عاملين سبسكرايب للشانل بتاعتنا ومتنسوش اللايك والشير، يلا بينا نبدا. الملحد كان نزل له قبل كده تيزر صغير، انا كنت شايفه في السينما بس ما كانش اوفيشال تريلر. هو الاوفيشال تريلر لسه نزل تقريبا اول امبارح على ما اعتقد، فما لحقتش اشوف الاوفيشال تريلر، فقلت استناه احسن لما ينزل له الاوفيشال تريلر واعمل له تريلر رياكشن. انا ما حبيتش اعمل تريلر رياكشن على التيزر. والفيلم من تاليف ابراهيم عيسى ومن اخراج محمد جمال العدل، اللي كان اخرج لنا اخر فيلم تقريبا اللي هو فيلم على الزيرو. اخر تجربه رمضانيه بالنسبه لي لمحمد جمال العدل هو كان مسلسل عملة نادرة، اللي بصراحة ما كانش احسن حاجة. يعني كنت متوقع ان هو يكون مسلسل قوي وكده، بس يعني حسيت ان كان ممكن يبقى احسن من كده بكتير. يعني البرفورمنسز بتاعة المسلسل ده كانت احسن من المسلسل نفسه، يعني بالاخص كان احمد عيد كمان. والفيلم من بطولة احمد حاتم ومحمود حميدة وصابرين وحسين فهمي وطارق عماد وشيرين رضا ونجلاء بدر. انا معرفش الفيلم ده يعني كونتروفيرشل شوية، ان من ساعة ما اعلنوا عنه ابتدى يعني الناس ابتدت تهاجمه والكلام ده كله. انا مش بدافع على الفيلم، انا ما شفتش الفيلم وما ماليش يد بالفيلم. احنا هنا بنعمل تريلر رياكشنز عادي جدا للافلام اللي بتنزل. انا ما بقولش ادعم الفيلم ولا ما تدعمش الفيلم، انا مجرد تريلر بينزل بعمله تريلر رياكشن. هنتفرج، عجبني هتفرج، ما عجبنيش مش هتفرج. ف يعني الفيلم يعني من الاخر يعني فيلم حلو زي ما كنت بقول لكم، فيلم حلو هتفرج، الفيلم مش حلو مش هتفرج. ف يعني انا ما باخدش منهم فلوس يعني، عشان بس ما اجيش حد في الكومنتس يجي يقول لي اصلا انت بتدعم ومش دون كير اصلا يعني. ف والله لو فيلم التريلر عجبني ممكن اتفرج عليه، ممكن لو ما عجبنيش ممكن ما اعتقدش ان هتفرج عليه، دون كير اصلا. لان انا كده كده اصلا احمد حاتم على عيني وعلى راسي، بس ما بحسهوش ان هو ايه ليستر قوي يعني كممثل. يعني انا بحس ان هو مجتهد، بس يعني مش الممثل اللي انزل اقطع له تيكت واتفرج على فيلم في السينما صراحه. ونفس الكلام بالنسبه للمخرج وبالنسبه الكلام بالنسبه للكاتب. انا ما اعرفش هو الفيلم ليه بيتهاجم، يعني I have no clue. يعني هو اكيد بيتكلم، هو الفيلم اسمه الملحد يبقى اكيد بيتكلم على الالحاد، بس انا ما اعرفش بقى واخد سكه الالحاد ازاي يعني. بس يعني اكيد لو هيتكلم على سكه الالحاد، اكيد لو احمد حاتم هو الملحد فاكيد في الاخر هيرجع عن قراره ده يعني. ما انا ما اعرفش، انا شفت تيزر صغير كان 20 ثانيه، فانا ما اعرفش. هشوف التريلر وبعد كده هنتكلم يعني. طبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره فيلم الملحد، يلا بينا. اما بعد، فنحن هنا اليوم في جلسة استتابة. ولا هب ولا حد يعرفه ملحد؟ بلاش يا حافظ، لكن احنا بنطبقه. سواء كنت مؤمن ولا كافر، انت روح. خلي فكرته في جوفك. انت بتعرف ايه على الدين؟ كفرت. انت فاهم ولا مستوعب؟ انت ايوه مستوعب. خليش العقل. والله انا مش شايف، هو انا مش شايف ان في مشكله. يعني انا شايف ان هو بيتكلم عن قضيه، وبيتكلم عن قضيه التطرف او بيتكلم عن قضيه الالحاد والكلام ده كله، ودي حاجه موجوده في العالم كله على فكره، مش موجوده في مصر. بس هو الفكره ان ازاي هيتطرقوا او ازاي هيتكلموا في الموضوع كموفي، يعني ازاي هيطرحوا يعني قضيه الالحاد. انا بصوا، انا عن نفسي انا مش هقدر اقيم يعني حاجه غير لما اتفرج عليها. يعني انا ما اقدرش اقول ان هو فيلم وحش، يعني فيلم وحش. انا التريلر بصراحه حسيته عادي، انا حسيت التريلر عادي ما شدنيش قوي، و يعني مش شايف فيه اي حاجه واو يعني. وممكن بس الناس قلب على الفيلم ده يعني عشان الكاتب ابراهيم عيسى، فابراهيم عيسى في كتاباته دايما هو كونتروفيرشل والناس مش بتحبه والكلام ده كله. فانا عن نفسي يعني ما اقدرش احكم على الفيلم، سواء اي فيلم، انا ما بتكلمش على الفيلم ده بالتحديد، انا بتكلم عامه ان جنرال. انا ما اقدرش يعني احكم على فيلم وانا لسه ما شفتهوش، يعني هو مجرد انطباع من تريلر. انا التريلر عن نفسي كتريلر انا حسيت ان نسبه رقوبي للفيلم 5/10 مش اكتر من كده. يعني ما حسيتش ان التريلر حلو، يعني حسيت ان التريلر عادي جدا. فيمكن الفيلم لما يجي ينزل يغير توقعات لناس كتيره.
I have no clue بصراحة. بعد كده انا معرفش ليه الناس ممكن تكون شدة قوي على الفيلم. يعني انا مش شايف ان الفيلم بيدعي الالحاد يا جدعان، يعني انا مش شايف كده. ده واحد ملحد، واحد الحد، يعني مش بيقولوا ان انت عايزك تلحد. هو الفكرة ان تقريبا اللي انا فهمته من التريلر انه ابنه احمد حاتم طالع ابن محمود حميدة، فهو ابنه الحد، فاكيد في الاخر هيحلوا الموضوع. يعني ما اعتقدش ان هو يعني جو الكونسبيرسي ثيريز اللي عند الناس اللي هو من تحت لتحت بيخلي الناس تلحد. يعني اي دونت ثينك سو الموضوع كده. على فكره مثلا هنستنى الفيلم وهنشوف اذا كان اصلا هخش ولا مش هخش. انا ما اعرفش الفيلم ده اساسا المفروض نزل امتى. تقريبا نزل اغسطس تقريبا على ما اعتقد، نزل الشهر الجاي. الشهر الجاي اصلا في كام فيلم كده انا عايز اتفرج عليه، فما اعرفش الفيلم ده هيبقى معانا في الاولويات في الافلام في المراجعات يعني عامه ان جنرال. بس عامه انا من التريلر، انا التريلر ما عجبنيش. يعني انا اكون صريح معاكم، التريلر ما عجبنيش. حسيت ان انا كنت ممكن اشوف حاجه احسن من كده، خصوصا ان في محمود حميده وحسين فهمي وبتاع، فقلت يمكن التريلر يبقى احسن من كده. بس انا التريلر حسيته عادي. يعني نسبه ترقبي للفيلم زي ما قلت هي 5/10 مش اكتر من كده. التريلر مش معمول، انا حاسس ان التريلر مش معمول حلو. يعني مش وما اعرفش اذا كان الفيلم ده ممكن ينجح اصلا ولا ما ينجحش. يعني بس اوفر اول يعني هنستنى وهنشوف. يعني هنشوف لو هيبقى معانا في الاولويات ولا لا، وي ويل سي. يعني بس ما عنديش اي حاجه ثانيه اقولها عن فيلم الملحد. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات ثانيه قريب. ما تنسوش تعمل سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش برضه تعمل سبسكرايب للشانل الثاني اسمها هوم الون وتيك تو، وهسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتيك توك وانستغرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.